يلا هنكمل حل كده على الوحدة الثالثة كده. الشيء تمام. واضح بالنسبة لنا كلنا. ايوه بس طيب يلا يا ساجا اكتب ما تشير إليه. الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدول، التجارة البيانية تمام، بنية. تمام. البينية، التجارة البينية السياحة العربية. تعتمد على ذكريات محمية طبيعية ومناطق صحراوية. السياحة البيئية تمام، تبادل السلع والخدمات عن طريق استخدام الإنترنت، هتبقى تجارة إلكترونية. تحويل مواد خام منتجة صالحة للاستخدام، صناعة تحويلية. تمام. سياحة تعتمد على زيارة الأماكن المقدسة، يا هو ده السؤال اللي مفتوش. السياحة ايه؟ أماكن مقدسة تبقى تبقى سياحية واحنا مغمضين عينينا مقدسة، سياحة دينية. دينية. تمام. يلا يا سلمى، قيام الزراعة في الوطن العربي طب وفرت كافة المقاومات الطبيعية والبشرية. مش هحل لحد فين؟ قوليلي أول ستة. تمام. تفتت تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي بسبب تنوع المناخ. ضرورة توفر رأس المال لقيام الزراعة في الوطن العربي، حيث إن إحنا بنستخدم رأس المال في إقامة مشروعات الزراعة وشراء الآلات والمعدات. عندنا انتشار تربية الجاموس في مصر بسبب انتشار البيئة الفردية. أهمية الثروة الحيوانية، بنفسر أهمية الثروة الحيوانية. أول حاجة إن هي بتوفر المواد الخام، إن هي بتوفر المواد الخام المواد الخام للصناعة، المواد الخام الحيوانية يعني لازم نصنع نستعمله والأبان واللحوم. توفر بروتين حيواني للسكان الوطن العربي. تستخدم بعض الحيوانات بري في أعمال الحقل والنقل. عندنا أهمية خام ألف أهمية خام الفوسفات هو بيساعد خمس ده بيساعد على اللي هو بنصنع منه الأسمدة والمبيدات. تمام، برافو دان، كملي ادينا الستة الباقيين. حاضر يا مس. الستة اللي بعدهم بيقولوا أهمية معدن الذهب. لا معلش أنا اتلخبطت. هيكون صح، ماشي. أهمية معدن ماشي أهمية معدن الذهب بيستخدم في صناعة الحلي. تاني حاجة، تمانية، تعد صناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي لأنها توفر ثلث الدخل القومي. أهمية السياحة في الوطن العربي تساعد على التبادل الثقافي. ضعف التجارة البينية في الوطن العربي، وجود حواجز جمركية بين الدول العربية. أهمية التجارة الدولية للدول العربية توفر العملات الأجنبية وتوفر فرص عمل للسكان. أهمية إنشاء منظمة عربية للتنمية الزراعية تواجه المشكلات التي تعمل على حلها. تمام. سيف، ما النتائج؟ ماشي بس ما ده مترتب. ماشي. زرع نوع زراعة أنواع مميزة من النخيل في واحة سيوة. ما مناطق من المناطق التراثية الزراعية العالمية. مس نعم، أكمل أكمل تمام، كمل. ماشي. اتنين، وجود الأنهار بالوطن العربي. قيام الزراعة. ساعد على قيام الزراعة. تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية. التلوث وإيه كمان؟ وارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي بيؤدي إلى إيه؟ وبالتالي إلى موت العديد من الأسماك بسبب قلة الأكسجين والتلوث. ماشي. أربعة، ما أربعة، طول الساحل دولة المغرب.
أصبحت من أولى دول عربية في إنتاج السمك الصيد. المصيد. تمام. خمسة، تنوع المناخ في الوطن العربي بسبب أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. تمام، برافو. إيشين بسبوسة، نعم، قولي يلا دل، سؤال حتى من فضلك. قولي لحد فين في دل، قولي أول سبعة. تمام، وصلت النهلة وطن عربي. الأزهار. نسخة لك ثمانية. سمعك زي الأنهار. وإيه كمان؟ كنت الأنهار كانت مصر العراق والسودان، مياه النوشية ومياه العيون والأبر، تمام، ومياه الأبر اللي بتقوم عليها الزراعة في الأجزاء الشمالية. برافو عليك. طاش الزراعة في الأنهار نظرة المياه اللي هتتصرف بكمية الأمطار والتصحر والشغال. تمام، تنوع مصيد الأسماك في الوطن العربي. عندك الوطن العربي من الأسماك من الصيد السمكية مثل الأزهار والمخيطات والمزارع السمكية. تمام. كملي. تسعة عشر تم تشغيل الإلكتروني حيث أنشأت الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. برافو عليك. توفي مقام السياحة في الوطن العربي حيث تمتع الوطن العربي بالموقع الجغرافي المتميز وسط قارات العالم القديمة وتنوع المناطق التراثية والأثرية. تمام، تعدد أماكن السياحة للغشاء في الوطن العربي. العين الكبريتية، عيون وسط مصر، عين معين في الأردن. تمام، تعدد المناطق السياحية الثقافية في الوطن العربي. تضم بسرعة وكيران في المغرب. تمام. كمليهم كلهم بقى يا بيسان. تصل تعرف في عدة شهور من غير ابتكار البيانات حيث تعمل على تنوع الصادرات وتنميتها. تمام، تعني التجارة الإلكترونية مناطق مخاطر وقوة عمليات النصب والاحتيال. تمام، برافو. كان عندنا 208 ولا لأ؟ لا يا ميس، لا كنا يعني كنت عندنا كام؟ طيب، ادخلوا على 208. تمام يا ميس. حلقة داليا، قالوا لي أول سؤال. همس، انت تبي بعدها على طول. يلا قالوا لي، هي فين حلقة؟ سامعني حلقة؟ طب قولي يا همسة أول سؤال. تمام يا مستر. إحدى مناطق تراث الزراعة العالمي. إحدى مناطق تراث الزراعة العالمي. واحد سيوة واحد سيوة. دولة تعد زراعتها على مياه الأنهار. تعتمد زراعة على المياه الأوقع. دولة إيه؟ دي دولة ها، وضحتها لك في الشير اهي. دي دولة إيه؟ العراق. علاء. أولى دولة عربية في إنتاج معدن الحديد اللي هي حديد. موريتانيا. برافو عليكي. يلا يا ملوكة، يا لوكا. أولى دولة عربية في إنتاج المعدن الحديد. المغرب. شطور. معدن تدخل دورته لعلاج بعض الأمراض هو الذهب. ذهب. أولى الدول العربية في إنتاج الحبوب الغذائية مصر. برافو يا توتي. سجا، سؤال تلت يا سوسو.
يا سجا سجا، ايوه ايوه السؤال التالت. وطبعا الفنادق من المقومات الطبيعية لقيام السياحة العربية، صح؟ الفنادق من تدفع المقومات الرواتب. الطبيعية؟ الفنادق مقومات طبيعية؟ لا، المقومات البشرية. غلط يا نس. تمام، قولي يلا كملي. تزرع تمام. تزرع موالح في مصر وفلسطين. الموالح في مصر وفلسطين هتبقى مصر وفلسطين، بس يا مصر في دولة تالتة. انا كنت دعوه بالدوله الثالثه، بقول لك تزرع الموالح بس مصر وفلسطين، صح ولا غلط؟ السؤال ده صح ولا غلط يا شباب؟ صح يا مس، صح. هو اخر صح تسليم صح صح. صح كملي يا ساجا. تمام يا مس. يعد الوقود والمعادن من الايه؟ الواردات الوطن العربي، صح. الوقود والمعادن من الواردات، الحاجات اللي بيستوردوها. لا، من الصدور. لا لا، تمام، انتاج اللحوم الحمراء يكفي استهلاك السكان في الوطن العربي. اللحوم الحمراء وحاجات تانية، صح. لا غلط طبعا، احنا بنروح بنربي دواجن وبننمي الثروة السمكية عشان تعوض النقص في اللحوم الحمراء، لأن اللحوم الحمراء عندنا ما بتكفيش استهلاك السكان. تمام. نعم، معلش يا مس، والله المايك علق مني. طب قولي يا حلقة اختر. تمام. أحد المقومات البشرية لقيام الزراعة في الوطن العربي وسائل النقل. تمام، أولى الدول العربية إنتاج اللحام الفوسفات. اللحام الفوسفات المغرب. السودان هي أول الدول العربية في تربية الإبل. السودان السودان هي أولى الدول العربية في تربية إيه؟ لا، الأبقار يا مس. أفكار محمد ناصر. السؤال الخامس. ماس ما المقصود بالتجارة الإلكترونية يا محمد؟ ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟ هو تبادل إيه طيب، يا محمد؟ هو تبادل السلع عن طريق الإنترنت والخدمات. بالظبط، تبادل السلع والخدمات عن طريق الإنترنت. اكتب تفسيرا واحدا لأهمية النشاط السياحي الدول العربية. تفسير واحد لأهمية النشاط السياحي الدول. يسهم في الدخل القومي، وكمان الدخل القومي السياحة بيوفر ايه كمان؟ يوفر فرص عمل في بالظبط، مجال السياحة، وتوفير ويدخل الأجنبية. العملات الأجنبية. بالظبط، بس كده كله حل. في حد محلش؟ لا، مش كلنا في صحيح. حد موجود ومحلش؟ لا، مش كلنا صحيح يا حبيبي. لا يا مس، لا لا، كده كلنا حلوين. ابدأي لي يا سلام الاختبار التاني. تمام. إحدى المدن التونسية التي تشتهر بالسياحة الثقافية، اللي هي موجودة في تونس، مدينة قيروان. صواب أم خطأ؟ يشير رقم 2 إلى الدولة الأولى عربيا إنتاجا للبترول، صح، لأنها السعودية.
دولة رقم 3 هي أولى دولة عربية في تربية، رقم 3 للمغرب يبقى التواجد. يلا إذا أنا يمز دان؟ تمام. السؤال الثاني أكمل. الصادرات والواردات بين دول الوطن العربي ودول العالم تعرف بيه التجارة البينية أو التجارة التجارة الخارجية. الصينية. ثانية لا لحظة واحدة. ماشي. تمام. إذن الصادرات والواردات بين الدول العربية ودول التجارة العالم تعرف بالتجارة الخارجية. ودول العالم. التجارة البينية. دول العالم تجارة خارجية، البينية دي اللي هي بين الدول العربية. ماشي يا مستر. حاضر. بيقول لي كده الصادرات والواردات بين الدول العربية ودول العالم يبقى دي تجارة خارجية، أما لو بين الدول العربية دي تجارة بينية عربية. فهمت يا مستر. شكرا. يبقى البينية حلو. العربية بين الدول العربية، ما بتخرجش بره إنها تاخد دول عربية. فهمتي؟ تمام. ايوه. انشأت مصر تلبية سلالات من الجاموس ذات إنتاجية عالمية غرب محافظة المنيا. أول الدول العربية إنتاجا للإبل الصومال. خامل في الذي يدخل في صناعة الأسمدة والمبيدات هو خام الفوسفات. تمام. من أحمد هاشم؟ أحمد أنت داخل ده هنا غلطة ولا إيه يا أحمد؟ أحمد مين أحمد هاشم ده؟ كملوا كملوا داخل غلطة. يلا يا ملك ملك بتوسع الوطن العربي في انتاج الطاقة المتجددة تؤثر التغيرات المناخية على الثروة الحيوية بالسلب. صح. تتنوع إرسال السياحة الثقافية ومنها زيارة عين ماعين في الأردن خطأ. تمام. يلا يا محمد محمد نصر ولا محمد؟ أنا؟ تمام. محمد غيرك تمام. اصلا محمد أنا مش دخل؟ تمام. يحيى. اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. مصر أول الدول العربية في صناعة الحديد الصلب. تمام. أحد أشكال التجارة البينية العربية هو تصدير الموالح من مصر إلى تجارة بينية. يبقى الإمارات العربية الإمارات. المتحدة. الإمارات اه لو كنت غلطت فيها كنت هخنقك. لا ثلاثة. لسه هنشوفها. إحدى مناطق التراث الزراعي العالمي. واحد سيوة. لا ما فيش سيوة حتى. ها ليو. ليه؟ تمام. يلا يا سلمى. تمام. مقاومات طبيعية تكون التربة الخصبة وتنوع المناخ. بشرية رأس المال والسوق. تمام. لسه أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. قولي سلام. مناطق التراث الزراعي اللي هي واحد سيوة في مصر وليه في الإمارات صح؟ إحنا نفتكر الاتنين إزاي؟ يعني الاتنين على نفس الوزن. ليوة وسيوة. ايوه ايوه ليوة. طيب هتسمعوا لي ايه؟ فعلا الاثنين على نفس الوزن اللي استخدمه دلوقتي. هتسمعوا لي الدرس الثالث والرابع. تدي الثالث واحدة والرابع كاملة. الوحدة الثانية. الثالث والرابع الوحدة الثانية مع واجب. حد يكتب لي على جروب الواجبات. اكتبي يا سلمى على جروب الواجبات او دان اي حد هتدي اي حد واحدة اللي بيكتب.
لا واحدة بس. انت قصدي حضرتك انت متأكدة واحدة من تانية الاسم؟ ولا ايه مش التالتة؟ انا نفسي التالتة. اكتبهم بليز. لا لا انا اكتبي يا سجا، مثلا حفظ درس التالت والرابع، الواحدة التالتة واجب 209 و210. مش لا ميتين حفظ وتسعة درس دي اللي احنا التالت، حلينا، سوري، احنا حلينا 210 ميتين وتسعة و211، دلوقتي 210 و211. حضرتك. احنا 100% في الدرس. يلا عايزين حاجة؟ يلا باي باي. ماشي شكرا، باي باي. الدرس التاني والتالت الوحدة التالتة واجب 210 باي و211. باي حبيبي. باي. الثاني والتالت، الوحدة التالتة. تمام.